نواجه كبقيه شعوب الامه وربما الشعوب الانسانيه جمعاء مواجهه قرار ظالم، قرار عدواني الذي تعدى على حق العرب والمسلمين وحتى على حق المسيحيين في القدس الشريف، واعتبرها عاصمة لدولة الكيان الصهيوني وعازما أن ينقل إليها سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الأسابيع أو الأشهر القادمة. نجدد مرة أخرى رفضنا لهذا القرار، هذا القرار الذي يستثمر في ضعفنا ويستثمر في فرقتنا ويستثمر في ضياع البوصلة عند دولنا وأنظمتنا. أن القدس ستحرر وستظل عاصمة للمسلمين بنا أو بغيرنا.